خلونا نروح بسرعة لليوم العالمي لأبنائنا، أهالينا، ناس اللي حوالينا، ولادنا، من أصحاب قدرات خاصة. ده الاسم اللي أنا دايما أفضله. حرصت الحقيقة وزارة الداخلية، وليها كل الشكر، على مشاركة ولادنا دول في الاحتفال باليوم العالمي، وده من خلال زيارتهم في مدارسهم واستقبالهم في أندية الشرطة المختلفة، وطبعا مواصلة تقديم أي شيء ييسر ليهم حياتهم ويومهم بشكل عام في كافة المواقع الشرطية. عاوز تشوف وتتابع بنفسك؟ شوف التقرير. اهتمام متواصل توليه وزارة الداخلية لذوي الاحتياجات الخاصة يتجلى في التيسيرات المقدمة لهم في كافة المواقع الشرطية ليحصلوا على الخدمات الأمنية والجماهيرية بشكل حضاري وميسر، ومشاركتهم لاحتفالات والمناسبات المختلفة. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. تحت رعاية رئيس الجمهورية، حرصت وزارة الداخلية على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توجيه مأموريات إلى مدارس المكفوفين وتسليمهم هدايا عينية وعصا بيضاء من منطلق تقديم كافة أشكال الدعم لهم، فهي زيارات تتواصل وتلاقى استحسانهم. فوزارة الداخلية سبق دائما في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود وحظ الحلوة كن بينكم. مديريات الأمن وقطاعات الوزارة حرصت على إحياء الاحتفال من خلال زيارات نظمتها إلى دور رعاية الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمهم هدايا، ما أدخل البهجة والفرحة في نفوسهم، كما تم توقيع الكشف الطبي عليهم. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. واستقبلت أندية الشرطة أيضا عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت لهم احتفالات وبرامج ترفيهية في إطار إحياء الاحتفال باليوم العالمي الخاص بهم، وتفاعل الحضور مع البرامج الترفيهية ومع الاحتفالات المتنوعة التي نظمتها وزارة الداخلية لهم. إحياء هذا اليوم هو شكل من أشكال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الممتد لكافة القطاعات الشرطية من خدمات ميسرة تقدم لهم إلى دعمهم ومساندتهم. وتأتي تلك الأنشطة من منطلق حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتحقيق التواصل مع كافة شرائح المجتمع وتقديم الدعم والمساندة لهم. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، مرحبا قوي سيسي، جوا قلبي بيل حب. أحلى مصر، أحلى دني، أحلى أمي.